على سبيل المثال، ورد معنا سابقا جمل طرح عادية، مثلا العدد 57 ناقص العدد 32. كانت آلية إيجاد الناتج هي طرح آحاد العددين 7 ناقص العدد 2 هي العدد 5، و5 ناقص العدد 3 العدد 2. هلأ الآن في درسنا الجمل المفتوحة راح نعرض إنه المسألة بطريقة إنه لو كان في عنا عنصر مفقود، على سبيل المثال كان هذا العدد اللي هون عدد مفقود. في هذا الدرس، درس الجملة المفتوحة، رح نتعرف مع بعض آلية إيجاد عدد مفقود في جملة طرح. بلاحظ إنه هون جملة طرح. هلأ معنى المسألة كالتالي، إنه العدد 57 رح أطرح منه عدد ما مجهول عندي هون ليكون الناتج 25. هلأ 57 عملية طرح منه عدد، يعني أخذ منه عدد لحتى يكون الناتج 25. ورد معنا سابقا بمفهوم الأعداد إنه لما أنا أحكي العدد 57 رح أخذ منه عدد لحتى يعطينا عدد آخر. هلأ أنا بإمكاني إني معناها هون 57 إلو مكونين، إلو العدد المفقود مكون و25 مكون آخر، لأنه العدد الأكبر اللي هو 57 موضوع هون في مكانه. فأنا ممكن تكون آلية الحل عندي أني أجيب العدد 57، أخذ منه، أطرح منه أيضا المكون المعلوم اللي هو 25 لحتى أوجد المكون الثاني اللي هو مفقود عندي هون، لأنه أنا حكيت 57 رح أخذ منها عدد ما لحتى تعطينا 25، أي أنه 57 مكونة هون في هاي المسألة من عددين، العدد المفقود والعدد 25. في حال أنا جبت العدد 57 وأخذت منه العدد 25، اللي رح يتبقى هو اللي رح يكون العدد المفقود عندنا هون في المربع. فأصبحت جملة طرح عادية من منزلتين، بقدر أنا بكل سهولة أوجدها عن طريق طرح أحد العددين 7 ناقص العدد 5 يساوي العدد 2، تتم كتابتها بالآحاد، و5 ناقص العدد 2 العدد 3 تتم كتابته في خانة العشرات. إذن في هاي الحالة أوجدت مكونين لل 57، هم 25 وال 32، معناها العنصر اللي كان هنا مفقود عنا هو العدد 32. في هاي الحالة أنا أوجدت العدد المفقود في جملة طرح. لنأخذ مثال آخر، مثلا العدد 83 ناقص عدد ما رح يكون الناتج العدد 61. هلأ مثل ما حكينا إنه العدد 83 رح أخذ منه عدد ما لحتى يعطينا الناتج 61. نلاحظ عزيزي الطالب إنه العدد المفقود هو العدد هون، يعني المربع الفارغ في الوسط. لما أشوف إنه المربع الفارغ بالوسط والعدد الأول مكتوب عندي لكن العدد المفقود هو العدد اللي بالوسط، آلية الحل إني بجيب العدد المكتوب بالبداية، بما إنه عملية طرح حيكون هذا العدد هو العدد الأكبر، رح أجيب العدد الأكبر هذا، رح أخذ منه يعني عملية طرح العنصر المعلوم عندي. أنا رح أخذ منه العنصر المعلوم لحتى ناتج المسألة يكون هو العنصر المجهول اللي أنا ببحث عنه. فبجيب العدد 83 وبطرح منه العدد المعلوم عنا اللي هو العدد 61. هلأ رح يتم عملية الطرح. نبدأ بأحد العددين 3 ناقص العدد 1. آلية الطرح عزيزي الطالب بتقدر تحط 3 على أصابعك وأخذ منهم العدد 1. بلاحظ أنه ضل عنا العدد 2 بكتبه بخانة الآحاد، وطرح العشرات 8 ناقص العدد 6 أيضا العدد 2 رح أكتبه بخانة
العشرات. هلأ الناتج 22 هو هذا العنصر المفقود عندنا، بكتبه هون مكان الناتج. ناخذ مثال آخر، العدد 29 رح أطرح منه عدد ما ليكون الناتج 15. بدي أعرف إيش العدد اللي رح أخده أنا من 29 لحتى يعطيني العدد 15. بنتبه إنه العدد المفقود في الوسط والعدد اللي بالبداية موجود عنا، معناها بنزل العدد اللي بالبداية بطرح منه العدد المعلوم عنا اللي هو 15، بطرح منه 15. الناتج هو الرقم المفقود. طبعا عملية إيجاد الناتج هون صارت كتير بسيطة، لأنه هون صارت عنا عملية طرح عادية. ببدأ بطرح الآحاد، 9 ناقص العدد 5 هي العدد 4، نضعها بالآحاد، و2 ناقص العدد 1 حيعطينا 1، بحطها بخانة العشرات. إذن الجواب هون 14، معناها هذا هو الرقم المفقود، فبكتبه بمكان الحل. بتصير عندنا المسألة 29 ناقص 14 تساوي العدد 15. للتحقق 9 ناقص 4 رح يعطينا العدد 5، و2 ناقص 1 رح يعطينا العدد 1. هلأ